السلام عليكم. اليوم عندنا يونت 2 اللي هي المضارع البسيط Present Simple. طبعا هذه هي الفورم المضارع البسيط في حالة استخدام البوزيتيف والنيجاتيف، فتكون الفورم بهذه الصيغة الفاعل زائد الفعل، وإذا استخدمنا الأوكسيلاري فيربس فيصير الفاعل والفعل المساعد ومن ثم الفعل. يعني مثلا أقول we work or we don't work. كذلك نقدر نستخدم الهي والشي والإت مع الفعل أو الأوكسيلاري فيربس ومن ثم الفعل. طبعا تعرفون أنتو الهي والشي والإت لازم نستخدم الفعل مع أس، وإذا كان الفعل مساعد فإحنا لازم نستخدم ويا الهي والشي والإت داز، فهذه أنتو لازم تعرفوها. طبعا في حالة الكويشن نستخدم أداة السؤال والأوكسيلاري فيربس وبعدين الفاعل ومن ثم الفعل. يعني أقول مثلا where do you live, where does he live. يعني هذه الفورم العامة أو القاعدة العامة لاستخدام المضارع البسيط. شنو المضارع البسيط؟ طبعا المضارع البسيط يعبر عن أي حدث يحصل في الوقت الحالي أو أي حدث يحصل بصورة دورية أو منتظمة. يعني مثلا أنت تعبر عن أي habit، مثلا general truth، repeated action، أو أي situation اللي ما تتغير. يعني مثلا مكان عملك أو أي شيء احنا نعبر عنه بالمضارع البسيط. أيضا كذلك إذا أريد نعبر عن الـ emotions، الـ wishes، هذه كلها نستخدم بها المضارع البسيط. طبعا استخدامات المضارع البسيط عندنا عدة حالات. الحالة الأولى اللي هي an action that happens again and again، هذه يعني أنت من تي تعبر عن habit معينة فإحنا نستخدم المضارع البسيط. يعني مثلا شنو هي الأداة اللي أنا أستخدمها حتى أروح للشغل مالتي؟ سيارة، فأريد أعبر عنها لازم أستخدم المضارع البسيط، فنقول I go to work by car. She drinks 10 cups of coffee a day. يعني الهابت مالتها انه هي يوميا تشرب هذا العدد من الشاي، فهذه هي هابت، فاحنا نستخدم المضارع البسيط. I wash my hair twice a week. يعني انا عندي عادة انه انا اغسل شعري مرتين بالاسبوع، فهذه كلها هابت احنا نعبر او نستخدم المضارع البسيط في التعبير عنها. الحالة الأخرى اللي هي a fact that is always true، يعني فد حقيقة هي دائما خلينا نقول صحيحة أو دائما هي حقيقة ثابتة. مثلا أقول رونالدو comes from Brazil، يعني هو منشأ أو original from Brazil. يعني فهذه عبارة عن fact هي true، فإحنا نستخدم المضارع البسيط. Some birds fly south in winter. My daughter has brown eyes. يعني من المستحيل انه مثلا my daughter يعني عيونها brown eyes انه راح تتبدل، فهذه عبارة عن fact that always true، احنا نعبر عنها باستخدام المضارع البسيط. A fact that is true for a long term، هذه تكون a state. يعني مثلا انت تتعبر عن فد شيء هو حقيقة يعني لفترة طويلة. يعني مثلا مكان العمل مالتك، الشغلات اللي تفضلها انت، مثلا المكان اللي تعيش به انت. فنقول مثلا عندنا he works in a bank، هذه عبارة عن state، فاحنا نعبر عنها باستخدام المضارع البسيط. I live in a flat near the center of town. I prefer coffee or tea. فهذه كلها عبارة عن facts that are true for a long term. هذه استخدامات المضارع البسيط. المضارع البسيط هو أبسط الجمل المستخدمة في قواعد اللغة الإنجليزية. طبعا تعرفون أنتو دائما إذا استخدمنا he, she, it الفعل الفيرب لازم نضيف له s. فمعظم الأفعال احنا most verbs add s to the base form of the verb، هاي في معظم الأفعال الموجودة. لكن مثل ما تعرفون اكو حالات خاصة احنا ما نضيف s،
يعني عفوا مو بس اس، لازم يا اما نضيف اي اس او نحول الحرف الاخير اللي احنا نسميها عاده نقول الافعال الشاذه. فتشوفون هنا عندنا بعض الافعال اللي هي مثل want، نضيف لها بس اس صارت wants، eats، helps، drives. هذه كلها تشوفون انه هذه هي الافعال احنا ضايفين لها فقط اس. الافعال او الحالات الشاذه اللي احنا تتطلب من عندنا انه لازم ننتبه لها، انه اذا كان الفعل ينتهي بدبل اس، اس اتش، سي اتش، اكس، اند او، هنا راح نضيف احنا اي اس للفعل، يعني ما نضيف اس، لازم نضيف اي اس. مثلا كيس بها دبل اس فلازم نضيف لها اي اس تصير كيسز. عندنا واش نضيف لها اي اس تصير واشز. واتش ايضا نضيف لها اي اس تصير واتشز. فيكس اي اس فيكسز. اند عندنا جو نضيف لها اي اس تصير جوز. طبعا هذه بعض الافعال، يعني لازم انتم تعرفون هذه القاعده ايش وقت نضيف اي اس للفعل. ايضا بعض الافعال اللي بيها حرف صحيح وبعدين بعد حرف الواي احنا نغير الواي الى اي اي ونضيف الاس. مثلا عندنا فعل الكاري نحول الواي الى اي اي ونضيف اس بالاخير فصير كاريز. فلاي فلايز، وري وريز، تراي ترايز، and so on. اما اذا اجى الفعل بحرف عله ونهايه الكلمه هي او بعد حرف العله الواي بالاخير، فاحنا ما راح نحول الواي الى اي اي ولكن راح نضيف فقط اس للفعل. مثل عندنا باي هي صير بايز، سي صير سيز، بلاي صير بلايز، اند انجوي صير انجويز. هذه بعض الحالات اللي لازم تنتبهوا لها انتم، وحتى تشوفون احنا شو وقت نضيف الاس وشو وقت نضيف اي اس، شو وقت نحول الواي وشو وقت ما نحول الواي. هاي بالنسبه للمضارع البسيط. ايضا في معظم الحالات احنا نستخدم بعض الادفيربز في جمله المضارع البسيط، فاحنا هذه نسميها الادفيربز اوف فريكوينسي. هاي الادفيربز طبعا دائما تجي في جمله المضارع البسيط حتى انا توصف فد شيء او تبين ان مثلا هذا الهابيت او هذا الشيء نسبه حصوله او احنا ايش قد نسويه، يعني نقدر نقول عليها مثلا percentage. فطبعا هنا تشوفون احنا عندنا هذه هاي الادفيربز اوف فريكوينسي اللي نستخدمها مع المضارع البسيط. اذا شفنا never يعني معنى انه هذا الشيء نهائيا ما يحصل، يعني نسبه حصوله 0%. فمن اقول never يعني انا نهائيا ما اسوي هذا الشيء، فنسبه حصوله هي 0%. طبعا rarely تجي يعني احتمال، not often يعني مو على طول، sometimes هذه تعبر على حدوث الشيء نسبه 50-50، يعني خلينا نقول 50%، وهكذا. من تقول always يعني انت طبعا دائما تسوي هذا الشيء، فهي هنا نسبتها تقريبا 100%. هاي الادفيربز they go before the main verb but after the verb be، يعني دائما هذه الادفيربز تجي قبل الفعل main verb، قبل الفعل الرئيسي. لكن اذا الجمله بها افعال be فراح نشوف انه هذه الادفيربز راح تجي بعد فعل البي، يعني تجي بعد فعل بي وقبل المين فيرب. فإذا تشوفون عندنا ناخذ مثال she never eats meat، نشوف احنا هنا never اجت قبل المين فيرب اللي هو eat، واذا استخدمنا فعل البي راح نقول she is never late، نشوف احنا هنا never صارت بالوسط قبل المين فيرب وبعد الاوكسيلري فيرب اوف بي. عندنا sometimes و usually can also go at the beginning or the end، يعني هذه عندنا sometimes و usually نقدر نستخدمها في بداية الجملة ونقدر نستخدمها في نهاية الجملة. فده نشوف احنا عندنا هذا المثال sometimes we play cards، نفس المعنى نقول we play cards sometimes، فهذه احنا نقدر نستخدمها في البداية وفي نهاية الجملة مع المضارع البسيط
وما تغير على المعنى وقواعديا صحيح. عندنا never, always, rarely and seldom cannot move in this way. يعني هذه الأربع adverbs ما يمكن أن تستخدم في نهاية الجملة، نستخدمها فقط في بداية الجملة. يعني مثلا أقول never I go to the movie، أو مثلا rarely I go to the movie، يعني ما يصير نقول I go to the movie never، يعني تعتبر قواعديا تعتبر خطأ. يعني هذه لازم تنتبهوا لها ونشوف انه هذه الاربع adverbs ما يمكن استخدامها في نهايه الجمله. طبعا عندنا every day, every night, every evening، هذه تجي في نهايه الجمله. He calls me every day، فبدنا نشوف انه هذه الادفيرب تجي في نهايه الجمله. طبعا بالمناسبه every day, every night, every evening يعني من تحكي بالعامية احنا نقدر نقول مثلا every day he calls me ونسكت، يعني ما تعتبر، يعني من تحكي ويا مثلا خلينا نقول واحد انجليزي او لغته انجليزية، ما راح تقول له every day he calls me، هو راح يفتهم عليك، يعني مو خطأ، ماكو اي مشكلة بالجملة. لكن من ناحية القواعدية انه المفروض احنا نقول he calls me every day، فيعني بس انتبهوا لها. عندنا ايضا المضارع المستمر اللي هو present continuous. present continuous يدل على حدث يحصل الان ومستمر بالحدوث، او قد يدل على حدث يمكن ان يحصل في المستقبل القريب. فالفورم مالت present continuous انه في حالة positive and negative نستخدم الفاعل، اذا تشوفون هذه الافعال، و معاها الأوكسيلري فيربز، وبعدين يجي المين فيرب B-I-N-G. تشوفون أنتو هي بالضبط نفس الفعل المضارع البسيط، لكن احنا هنا قاعد نستخدم الأفعال الأوكسيلري فيربز هاي، وبعدها المين فيرب يجي B-I-N-G. طبعا إذا تذكرون باليونت 1 أنا قلت لكم أنه أفعال B ما تجي بالمضارع البسيط، يعني present simple ما بها أفعال be، فهاي أيضا لازم تنتبهوا لها. فعندنا في حالة question عندما نسأل سؤال في حالة present continuous راح نستخدم أداة السؤال ونشوف auxiliary verbs، بعدين يجي الفاعل، وآخر شيء راح نستخدم verb B-I-N-G. في حالة short answer يعني يا إما yes or no، بعدين الفاعل والأوكسيلاري فيرب، يعني يعتمد على السيتويشن اللي احنا قاعد نتعامل وياها. فهذه هي المين فورم اوف present continuous. شنو هي استخدامات present continuous؟ عندنا عدة حالات منها an activity that is happening now، يعني انت تسوي فد عمل معين الآن، فنقدر نستخدم الـ present continuous. يعني مثلا نقول أنا دا ألعب كرة قدم، I'm playing football، فقاعد نستخدم الـ present continuous. مثال I am watching the TV، يعني إذا تشوفون أن الفاعل I، وعندنا am اللي هي الـ auxiliary verb، و watching اللي هو الـ main verb B-I-N-G. You cannot speak to John، he is having a bath. then نشوف انه الفاعل والauxiliary verb، وبعدين عندنا المين فيرب B-I-N-G. هذه في حالة انه اذا عبرنا عن اي فعالية قاعد تحصل الان ومستمرة بالحصول. an activity or situation that is true now but is not necessarily happening at the moment of speaking. يعني مثلا انت تريد تعبر عن فد اكتيفيتي هي راح تصير بعد لحظات، لكن هي ما صايره يعني وانت قاعد تحكي. مثال عندنا don't take that book Lisa is reading it، يعني اذا تقول انت لا تاخذ هذا الكتاب، ليش؟ Lisa is reading it، يعني هي ما قاعد تقرا هسه، بس شنو انه يعني راح تقرا في المستقبل القريب. I am doing a French evening class this year. بتشوفون I am doing a French evening class this year. فهذه كلها تعبر عن situation هي فعلا راح يعني
سيتويشن حقيقية راح تصير ولكن هي ما قاعد تحدث الآن. عندنا أيضا نستخدم الـ present continuous a temporary activity يعني فعالية مؤقتة أو أي نشاط مؤقت أنت قاعد تسويه خلال فترة معينة. فمثلا أقول Peter is a student but he is working as a waiter during the holidays يعني هو ما يشتغل ساقي الآن بس هو الآن هو طالب بس شنو هو عمله أنه يشتغل a waiter أو ساقي خلال العطلة أو خلال العطل. فهذه إحنا نستخدم المضارع المستمر في حالة إذا أريد نعبر عن أي activity هي تحدث temporary. أيضا I am having I am living with friends until I find a place of my own يعني هو الحدث أو الاكتيفيتي أو السيتويشن هو يعيش ويا أصدقائه إلى أن يلاقي مكان جديد أو مثلا مكان يسكن به. أيضا نستخدم present continuous في حالة a planned future arrangement يعني مثلا أنت عندك مقابلة أو مثلا عندك امتحان فأنت تعبر عليه باستخدام present continuous. فنقول عندنا المثال I am having lunch with Glinda tomorrow يعني هو أنت اللانش ما هسه قاعد تسويه لكن أنت مخطط أنه راح يكون عندك lunch with Glinda tomorrow. فهذه أيضا نستخدم إحنا المضارع البسيط. أيضا مثل ما تعرفون إحنا قلنا بالpresent continuous المين فيرب إحنا نضيف له ing حتى تعرف انه هذه continuous انه حالة التنس هي continuous راح تلاقي انه الفعل او المين فيرب بي اي ان جي. فاحنا عندنا most verbs add ing to the base form of the verb معظم الافعال او اللي موجودة باللغة الانجليزية احنا نستخدم الاي ان جي مباشرة بعد الفعل. مثلا عندنا go نضيف لها بس اي ان جي يصير going, wear نضيف لها ing يصير wearing, visit نضيف لها ing يصير visiting. فهنا أنا ما سوينا أي تحويرات للفعل مجرد ضفنا ing في نهاية الverb. لكن مثل ما تعرفون هنالك بعض الحالات اللي احنا راح يصير بيها نحور الفعل أو نغير بالفعل. فمثلا عندنا verbs that end in one e lose the e. فأي فعل ينتهي بحرف e بالنهاية احنا راح نحذف الe ونضيف ing. فعندنا smoke شوفوا احنا حذفنا الe وضفنا ing فصارت smoking, come coming, hope hoping and so on. ايضا الافعال اللي تنتهي ب double e don't drop الe يعني لا تحذف الe. اي فعل ب double e احنا راح نضيف مباشرة نضيف ing بدون حذف ae. فعندنا agree, agreeing, see, seeing. كذلك عندنا الأفعال of one syllable with one vowel and one consonant double the consonant. نشوف هنا الأفعال اللي بيها حرف علة وبعدين يجي حرف صحيح احنا ايش راح نسوي؟ راح نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ing. فده نشوف احنا هنا عندنا stop نشوف هنا حرف علة وبعدين الاخر شيء اللي هو الحرف الصحيح فلازم نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ing صارت stopping. get et ده نشوف اي حرف علة والt حرف صحيح نضاعف الt ونضيف ing فصير getting, running, planning, jogging and so on. إذا كان the final consonant is Y or W it is not doubled. فإذا كان احنا آخر مهما اجى قبل الحرف الأخير بالفعل بغض النظر عن شنو قبله فإذا كان Y أو W احنا راح مباشرة نضيف ing يعني ما نغير الفعل. فعندنا مثلا نشوف playing, showing هنا مجرد نشوف هنا عندنا نهاية يعني حرف علة وحرف صحيح بس ما ضعفنا لأنه قلنا الواي استثناء فالعفو الدبليو والواي استثناء. ففي هاي الحالة هنا الشو ضفنا لها فقط ING صارت showing.
عندنا هذه حالة شاذة اللي هي لاي، فنحول الاي اي الى واي ونضيف اي ان جي، صار لاينج. There are certain groups of verbs that are usually only used in the present simple. يعني اكو مجموعة من الافعال اللي معظم الأوقات إذا موجودة بالجملة فهذا يدل على أنه الجملة هي في حالة the present simple. بنقول إحنا usually، فجد نسبة usually، usually إذا تشوفون هنا تقريبا خلينا نقول يعني يجوز يعني أكثر من 80%. فمعظم الأفعال إذا شفناها في أي جملة راح نقول إنه هذه الجملة هي present simple. فعندنا من هاي الأفعال اللي هي verbs of thinking and opinions، اللي هي believe, think, understand, suppose, agree, doubt, know, remember, forget and so on. هذه الأفعال verbs of thinking and opinions من نشوفها بالجملة فأنت تقول يعني نسبة 80% فما فوق هاي الجملة هي عبارة عن present simple. عندنا أيضا أفعال الـ emotions والـ feeling مثل love, like, hate, care. أيضا هذه we usually use these verbs in a present simple. عندنا verbs of having and being: belong, own, have, possess, contain, cause, seem, appear. أيضا تستخدم في جمل المضارع البسيط. عندنا verbs of senses: look, hear, taste, smell, and feel. طبعا بعض هذه الأفعال can be used in the present continuous, but with a change of meaning. In the continuous, the verb expresses an activity, not a state. يعني احنا من نشوف هذه الافعال قلنا usually تدل على انه التنس ما في الجملة هو present simple. لكن بعضها can be used in present continuous. بس اذا اجت هاي الافعال بالpresent continuous راح نشوف انه هذا تغير معنى الجملة. يعني راح تعطينا فد شيء يعني تدل فد اكتيفيتي معينة، not a state. فعندنا عدة أمثلة، لنشوف هذه عدة الأمثلة اللي راح نستخدمها. I think you are right، فلنشوف احنا هنا think اجتي I think you are right، فهنا شنو عندنا؟ تدل على opinion. بينما أقول we are thinking of going to the museum، فهذه تدل على mental activity، يعني هو ده يفكر mental activity. أيضا عندنا he has a lot of money position، يعني هو عنده a lot of money. بينما إذا قلنا she is having a bad day، هنا اجت activity. أيضا the soup tastes awful، نشوف هذه state the soup tastes awful. بينما إذا أقول I am tasting the soup to see if it needs salt، نشوف هنا activity، يعني أنا دا أسوي فد شيء حتى أشوف إذا هذا الشيء يحتاج يعني أسوي شيء آخر. فهنا هذا الفرق بين إذا أجت هذه الأفعال بالpresent continuous فنشوف أنه تعبر عن activity معينة، فتغير المعنى ما في الجملة. آخر شيء عندنا الpassive، the present simple passive والthe present continuous passive. طبعاً تعرفون إنه الpassive نستخدم الpassive حتى نوجه تركيزنا من الفاعل إلى الobjective إلى شيء. يعني بنستخدم الpassive العفو بنستخدم الpassive إحنا نريد نوجه التركيز أو الفوكس من السبجكت الى الاوبجكت لفد غرض معين. التعبير راح يختلف من نستخدم الباسيف، التعبير راح يختلف ويعتمد على شنو احنا نريد نركز على شنو، على الفاعل او على الاوبجكت. فاذا ردنا نركز على الاوبجكت راح نستخدم باسيف، اذا ردنا نركز على الفاعل فاذا نستخدم البريزنت سمبل او البريزنت كونتينوس. يعتمد طبعا هنا يعتمد
بالدرجة الكبرى على شنو الأكثر أهمية إحنا نريد نركز عليه؟ نريد نركز على الفاعل أو على الـ subject، لو نريد نركز على الـ object. وكذلك راح نشوف إحنا بالـ passive دائما الـ by، يعني إن شاء الله إذا ننسبها للفاعل راح نحذف الفاعل، يعني دائما ما نلاقي أي فاعل بالـ passive. طبعا الفورمات الباسيف اللي هي في حاله البريزنت سمبل باسيف راح يكون الاوكسيلري فيربس زائد باست بارتيسيبل، والبريزنت كونتينوس باسيف ايضا الاوكسيلري فيرب وياها بينج زائد باست بارتيسيبل. فده تشوفون انتم هي تقريبا نفس الشيء، الفرق انه هذه بها بينج. فتكون الفورم كالاتي اللي هي مثل ما قلنا it is mended مثلا، او it is being mended، they are mended، or they are being mended. هذه الاستخدامات present simple and present continuous passive. فش وقت احنا نستخدمها the uses are the same in the passive as in the active، لكن مثل ما قلنا يعني المعنى تقريبا نفس الشيء، لازم مثل ما لكن مثل ما قلنا انه يعتمد احنا على شنو نريد نركز، على الاوبجكت لو على السبجكت. فاذا نشوف هنا انا my car اللي هو الاوبجكت، my car is serviced every 6 months، فهذه habit، فاحنا هنا سويناها passive. Computers are used in all areas of life and work. Fact that is always true. فاحنا حولناها passive. Sorry about the mess. The house is being redecorated at the moment. Activity happening now. فده نشوف احنا هنا حولنا الفوكس على الهاوس اللي هو الاوبجكت. هنا حولنا على الكمبيوترز. هنا حولنا على الماي كار. فاحنا يعني شنو اللي نريد نضخمه؟ الاوبجكت لو السبجكت. فإذا أردنا نضخم السبجكت، العفو، إذا أردنا نضخم الأوبجكت، فنحول الجملة إلى passive. طبعاً لازم تديرون بالكم إنه معظم العفو العديد من past participle are used as adjectives، يعني ما أدل على إنه present simple passive أو present continuous passive، لكن تدل على إنه يعني توصف شيء معين. فنشوف I am very interested in modern art. فلنشوف very interested يعني قاعد توصف انه انت كلش مهتم بالmodern art. We were extremely worried. نشوف هنا انا جت شنو جت adjective extremely worried. دائما تشوفون انت very extremely، هذه خلي ببالك اذا جت بعدها واجا بعدها past participle فهذه تدل على فد شيء adjective. أيضا I am exhausted. I have been working hard all day. فهنا I am exhausted اللي هي فاعل وعندنا الverb وبعدين auxiliary verb وبعدين الفعل past participle. فهنا دا أوصف إنه أني I am exhausted. هذا بالنسبة ما يخص المضارع البسيط والمضارع المستمر. اقروا السلايدات، راح ادز لكم السلايدات ان شاء الله، ويوم الاحد ان شاء الله اعطيكم التمارين اللي تحلوها بجروباتكم ان شاء الله.